مساء الفل على كل متابعين قناة حريف أفلام. فيلم النهاردة اسمه The Babysitter. الفيلم بيبدأ مع كول، طالب زي أي طالب. أول ما شاف حقنة التطعيم خاف وكان رافض ياخدها، وبيفضل في عيادة المدرسة لأكتر من نص ساعة لحد ما بياخد التطعيم أخيرا وبيخرج. كول بيكون ملوش صحاب خالص غير ميلاني، عشان هي في الأساس جارته وعارفين بعض من زمان. وبعد انتهاء اليوم الدراسي بيجي والد ميلاني بعربيته علشان يوصل ميلاني، وبتكون موضتها قديمة جدا، لكن هو بيكون كده فاكر انه هيقدر يجذب البنات ليه. بتركب ميلاني معاه العربية وبتطلب منه انهم يوصلوا كل معاهم بما انه جارهم يعني. فبيقول له والدها يروح يركب اوتوبيس احسن، وبيمشوا بيسيبوه. وفي طريق كل البيت بيقابل اللي على طول بيسخف عليه كل ما بيشوفه، جيرمي. وبيبدا جيرمي والولاد اللي معاه يضربوا كول ويضايقوه لحد ما بيقع على الارض، وهنا بتظهر بي وهي بنت جميله جدا، وبتكون شغاله البيبي سيتر بتاعه كول، بتدافع عنه وبتاخده وتركب عربيتها وبتوصله البيت. ولما بيوصل بيلاقي مامته بتحاول تصطاد الفيران من البدروم، واول ما بتشوفه بتحس انه خايف، فبتطلع تقول له ان في سنه ده طبيعي يخاف حاجات كتير، لكنه لما يكبر هياخد خبره في الحياه وكل المخاوف دي هتزول من عنده. بعد كده بنشوف والد كول وهو بيعلمه السواقه، فبيحاول كول يدور على اي حجه يقولها لباباه عشان ما يسوقش، لانه بيكون خايف من السواقه. فبيقول له ان في 7 اطفال بيموتوا كل يوم وهم بيسوقوا العربيات، فبيرد عليه باباه وبيقول له ان في 17 طفل بيموتوا كل يوم بسبب النوبات القلبيه اللي بتجيلهم بسبب زياده التوتر والخوف. وبرضه بياخدوا بيروحوا البيت، لكن بيعرفوا انه هيجي له يوم ويتعلم السواقه ويبقى بارع فيها بعد ما يتغلب على خوفه. وفي البيت بنشوف كول وهو بيصلح العربيه بتاعته باستخدام سكينه، فبيروح عليه باباه وبياخدها منه عشان خايف عليه، وبيكون قلق اهله كول عليه من كل حاجه هو السبب في خوفه الزايد من اي تجربه جديده بيقوم بيها. وتاني يوم بيقول لميلاني ان اهله مسافرين وهيجيبوا له بيه علشان تقعد معاه في غيابهم. فبتقول له ميلاني ان جلسات الاطفال بيستنوا لما الطفل ينام وبيجيبوا شباب البيت، فبيقول لها مستحيل بي تكون كده وانه عارفها كويس. فبتقول له يستنى لحد ميعاد نومه ويعمل نفسه نايم عشان يقدر يراقبها ويشوف هي بتعمل ايه. بيوافق كول، وتاني يوم بيودعوه اهله عشان يسافروا، وبتوصل بيه البيت، واهل كول بيقولوا لها التعليمات، ممنوع يفضل سهران لوقت متاخر او يشغل التلفزيون. وبعد ما بيمشوا بيبدا كول وبيرقصوا مع بعض ويلعبوا، وبالليل بتشغل فيلم في الجنينه وبيقعدوا يتفرجوا عليه سوا ويمثلوا لبعض. بعد كده بيطلعوا الاوضه وبياكلوا حلويات، وعشان بيتخليه ينام بتجيب له كاس ويسكي وبتخليه يشربه، فبيطلب منها تشرب معاه. واول ما بتمشي بيروح يكب الكاس لانه مش بيشرب، لكن بيفهمها انه شربه، وبيشكر بيه انها بتعامله كشخص طبيعي مع انه غير كده. فبتقوله انه بكره هيلاقي البنت اللي تحبه زي ما هو لانه مختلف. بتتاكد انه نام وبتخرج. بعد شويه بيسمع كول وهو في اوضته اصوات ناس كتير، فبيبعت رساله لميلاني علشان يقول لها اللي سمعه، فبتقول يتسحب ويتفرج عليهم من بعيد. بيشوف مجموعه شباب قاعدين مع بي، وواحد فيهم هو شافه قبل كده وبيكون اسمه سام. بيبداوا يلعبوا مع بعض لعبه الصراحه، ولما بيجي الدور على سام بيرفض يشارك، وبيقول لها انه لسه متعرف على باقي المجموعه دلوقتي. فبتقول له بي يقلع النضاره بتاعته، وبتقول له يغمض عينه، واول ما بيغمض بتطلع سكينتين وبترشقهم في دماغه، وبيتفزع كل من المنظر اللي شايفه، وبيحاول ما يعملش اي صوت عشان ما حدش يلاحظ وجوده او ياذيه. وبيبداوا الشباب يطلعوا كوبايات وبيملوها دم سام، وبيشوف بي وهي بتطلع كتاب خاص بعبده الشيطان، وبتقول لهم ان اللي معاها ده هو النسخه الوحيده في العالم كله، وبيسمعهم وهم بيقولوا انهم هيطلعوا ياخدوا دم البريء اللي نايم فوق عشان يخلطوه بدم سام وياخدوا اللي هم عاوزينه. اول ما بيسمعهم بيجري على اوضته في خوف شديد، لكن بيتمالك اعصابه عشان يعرف يتصرف. بيكلم الشرطه وبيحكي لهم اللي حصل، وبيفتح الشباك عشان ينط منه، لكن بيلاقي المسافه عاليه جدا، وبيسمع صوت بي واصحابها جايين ناحيه اوضته، فبيجري لسريره ويعمل نفسه نايم، وبياخدوا عينه من دمه بالحقنه عشان يشوفوا الكتاب هيقبلها ولا لا. وبتلاحظ بي ان شباك الاوضه مفتوح، فبتعرف انه كول صاحي، لكن بتخرج وبتسيبه عشان تشوفه هيعمل ايه. ولما بيخرجوا بيقوم كول من السرير وبيربط ملايات كتير ببعض عشان ينزل بيهم من الشباك، لكن قبل ما يعمل كده بيجيله هبوط بسبب الدم اللي خدوه منه اصحاب بي وبيغمى عليه. فبتدخل بيه وبتاخده للدور اللي تحت وبتربطه في كرسي، وبيحاول كل ما يقولش اي حاجه تبين لهم انه شاف اللي هم عملوه. وبيكون فيهم واحد مش لابس التيشيرت بتاعه، فبيسالوا عن السبب، وده بيخليهم يضحكوا عليه ويستهزئوا بيه. فبيقول لها انه مش هيقول لاهله انها كانت عامله حفله مع صحابها، وهنا بتعرف ان كل ما شافش اللي عملوه في سام. وفي وسط الكلام بيطلع كل سكينه كان مخبيها في جيبه لما سمعهم بيقولوا انهم هيموتوه، وبيبدا يقطع بيها الحبل، لكن بيكون في مراية وراه وبي بتشوف اللي بيعمله، فبتقول له انها اخذت منه العينة علشان عاوزة تعمل بيها بحث،
وبيقول لها إنها لو كانت قالت له ما كانش هيمانع أصلاً، لكنها بتبرر له موقفها بأن هي عارفة إنه بيخاف من الحقن. وفي الوقت ده بتدخل الشرطة وبتهجم على المكان، لكن بيجي واحد من الشباب وبيقطع راس الضابط والدم بيترطش عليهم، لكن قبل ما يموت بيضرب واحدة فيهم بالرصاص، وبيفضلوا هم والشرطة يضربوا في بعض، فبيستغل كل الفرصة وبيطلع يجري، وبيطلع وراه واحد من الشباب، لكن بيخبط في حاجة أزاز كبيرة بتخلي راسه تتقطع وبيموت. بعد كده بيوصل كل الشباك اللي ربط فيه الملايات وبينط منه، وبيقع على ظهره وبيتألم جدا، لكن بيفضل يجري وبيدخل المخزن، وهناك بيشوف جثة سام وبيكون مرعوب من شكلها، لكن بيفضل يدور على أي حاجة تساعده، فبيلاقي صاروخ صغير ومبيد حشري، فبياخدهم وبيطلع يجري على البدروم، وهناك بتيجي وراه واحدة من الشباب اسمها سونيا، فبيرمي عليها الصاروخ لكن ما بيجيش فيها، بس إيديها بتخبط في مصيدة الفيران اللي مامته كانت حطها في أول الفيلم، وبيعمل فتحة في الشباك بالشنيور وبيهرب، وبعد ما بيطلع بيفجر البدروم بسونيا وبتموت. بيجي وراه أليكس وهو الشاب اللي ما كانش لابس تيشيرت في البيت، بيحاول يقتله لكن بيسمع صوت، ولما بيسأل أليكس كول عن مصدر الصوت ده بيقول له كول إنه جيريمي اللي على طول بيسخف عليه، فبيسيبه أليكس وبيروح يشوفه عاوز إيه، لكن بيفضل مراقبه، ولما بيشوف كول جيريمي بيحكي له اللي حصل وبيحاول يستنجد بيه، فبيقول له جيريمي إنه هيساعده ويهربه، لكن يعد الأول من 1 لـ3، ولما بيوصل كول لرقم 3 بيضربه جيريمي ببيضة على دماغه وبيكسرها عليه وبيسيبه. بيجي أليكس عشان يموته، فبيطلع كول على الشجرة وبيكون ملفوف عليها حبل، بيطلع ورا أليكس وبيحط إيده على راسه فبيجي فيها البيض، وبيقع جزء الشجرة اللي هم واقفين عليه فبينزل كول، أما أليكس فما بيعرفش يمسك في الشجرة بسبب البيض اللي في إيده، وبيتزحلق والحبل بيتلف على رقبته بيموت هو كمان، وبيكونوا ساعتها قريبين جدا من بيت ميلاني، فبيروح لها كول وبيطلب منها تستخبى جوه الحمام وهو هيعرف إزاي يحميها، ولما بيخرج من عندها بيلاقي بيه بتضرب عليه نار بالبندقية، فبيجري وبيحاول يلفت انتباهها ناحيته عشان تبعد عن بيت ميلاني، وبيروح على البيت بيلاقي البنت اللي الشرطة ضربتها بالرصاص بتتنفس بس مغمى عليها، فبيروح على المطبخ عشان يشوف الكتاب اللي كان معاهم، وبتفوق البنت ساعتها وبتدخل عليه، فبيحاول يدور على السكينة اللي أبوه أخدها منه، لكن البنت بتلاقيها قبله، ولما بتكون لسه هتقتله بيها بتيجي بيه من وراها وبتفجر دماغها بالرصاص، فبيسألها كول هما ليه بيعملوا كده وإيه سر الكتاب ده، فبتقول له إنهم بيقتلوا شاب زي ما عملوا مع سام، وبعدين بيجيبوا دم طفل بريء ويخلطوهم ببعض وبيحطوهم على الكتاب علشان يحقق لهم أمنياتهم، وبتقول له كمان إنهم ممكن يبلغوا البوليس عن اللي حصل ده كله، كأن حد تهجم عليهم وينسوا كل اللي حصل، لكن كول بيرفض وبيقول لها إنه هيحرق الكتاب، فعلا بيحرقه وبيطلع يجري برا، وبيركب عربية أبو ميلاني وبيخبطها في البيت بتاعه، وبيدخل المطبخ على بي بيلاقيها بتطلع في الروح، فبيقول لها إنه كان بيحبها وما كانش عايز كل ده يحصل، لكن هي اللي دفعته لكده، وأخيرا بيرجعوا أهله وبيكونوا فخورين بيه جدا، حتى جيريمي والولاد اللي كانوا بيضايقوه بيبدأوا يحترموه بعد ما أصبح بطل في عينيهم كلهم. وبكده يكون الفيلم خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة وتفعل جرس الصفحة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة.